كنهضروا على الملف تازمامرت اللي باقي الضحايا تعانيو من تدهور صحي والارامل باقي في وضعيه هشه مع التغطيه الصحيه الهزيله اللي عطاتهم خلص وتسنى التعويض يعني وما عندهمش مورد مالي شهري اللي قد يضمن لهم العيش الكريم والعنايه الصحيه. لهذا كنطالبوا بان باش يكون واحد تاهيل صحي شامل الضحايا، وكنطالبوا ان ديك المركز اللي كان من بين التوصيات اللي جات بها هيئه الانصاف والمصالحه ان يكون مركز للتاهيل الصحي اللي ما تنفذش لحد الساعه، هاد التوصيه ما تنفذاش. حنا كناكدوا عليها وكنتمنوا ان هاد النقطه هذه تاخذ بعين الاعتبار ويتم خلق واحد المركز صحي وتعطى موارد طبيه للجمعيه الطبيه المكلفه بالعناية بهالضحايا حتى يتم العلاج ديالهم، لأن باقا بالنسبة لنا حنا الحالة النفسية ديالنا باقا جد متدهورة، باقي ما الحالة الصحية ديالنا كتحتاج العلاج، خصنا لا ثيرابي دو غروب وخصنا علاج، وهذا الشيء خصو إمكانيات. وحنا كنتمناو أن يتوضع واحد المجموعة لهذه الجمعية هذه اللي كتحتضننا جميع منذ خروج الضحايا والمعتقلين، قامت بمجهودات جبارة. كنشكروا السي عبد الكريم المنوزي الدكتور الألماعي اللي كيقدم لنا يد المساعدة ودائما كيكون بجانبنا وتحتضننا، تنشكروه من هذا الموقع وكنتمناو هذه التوصيات هذه تتحقق ويتم استجلاء الحقيقة وكذلك جبر الضرر ديال العائلات وكذلك رد الاعتبار، لأن رد الاعتبار مهم بزاف بالنسبة لينا.